بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك، وهذه أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. الله يجعله شهر خير، شهر أمن وأمان وسلم وسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهل هلال رمضان يقول: اللهم أهله علينا بالسلم والسلام، في رواية بالسلم والإسلام والأمن والإيمان، ربي وربك الله. نحن الآن بدأ يعني ضمار العبادة، بدأت أيام العبادة، بدأ مضمار العبادة بين العبد وبين الرب. نحن عبيد لله عز وجل في هذا الشهر إن شاء الله، على بابه في بيته، راكعين ساجدين صائمين منفقين محسنين. ما أجمل رمضان وما أجمل بيوت الله عز وجل عندما نرى هذه الجموع، هذه الشام العامرة برواد المساجد. هكذا عهدنا الشام، عهدناها بهذه الجموع، الله عز وجل يتمم بالخير. سلسلة يسألونك اليوم أول حلقة منها، والسؤال هو على الشكل الآتي: ابني لا يصلي، ابني لا يصلي. كثير من الآباء، كثير من الأمهات تشتكي هذه الشكوى. أنا أتكلم بما في القلوب، ابني لا يصلي، عمره 15 وصار عمره 17 و18 و20 و22 لا يصلي. لماذا؟ هلا لماذا بدأ دروس؟ الصلاة عقيدة، الصلاة تغرس في الروح في النفس، يجب أن تبنى على مراحل. شجرة الزيتون لما بتشوفها معمرة هي عمرها سنين وأيام، لكن نحن بدنا نعطي دواء كما الطبيب عندما يأتيه المريض، خاصة نحن في رمضان. الأب والأم في نداء من الله عز وجل لهما: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يجب عليك أن تذكر الابن، ذكر كان أم أنثى، هو لسه ما وصل للمرحلة اللي يهتم فيها بالصلاة. كيف اللي هو لا يقدر الدواء؟ يقول له: بابا أخذت الدواء. بيقول لك: لا. ليش؟ لا يعرف قيمة الدواء. كذلك يجب أن تذكر ولا توكل بهذه المهمة أحد. يعني مثل أعطيكم، الشاب اللي عمره 16 و18 و19، هذا أمه ما بتحسن عليه، هذا عنده عنفوان، وربما يكون في عنده شيء من الحدة. هي شغلة مين؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. هون كلمة اصطبر فيها صيغة مبالغة، افتعل، يعني بدك تصبر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. أنت بدك تذكر حتى لما تكون في المكتب الآن برمضان، تتصل بالهاتف: بابا صليته؟ والله ما صلينا. طيب يلا يا حبيباتي صلوا. ابني لا يصلي لأنني لا أهتم بتذكيره. كيف إذا كان مريض لا سمح الله، مرض يعني ترجو من الله أن يشفيه، أخذت الدواء؟ يا بابا ليش ما أخذت الدواء؟ أنا الآن أذكرك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اثنين، لا تظهر اليأس أمامه. يعني بيروح لعنده اللي أنا صلي فيقك 10 مرات، ماذا أصلي؟ آخر مرة وما عاد فيقك. بيقول لك: أنا يئست. لا، لأنك إن ظهرت بالعجز واليأس أمامه تمرد. بدك تصبر مرة واثنين وثلاثة. الكون ليش؟ الله يطول أعماركم جميعا. بكرة الإنسان بيكون في رحمة الله عز وجل، ترفع له درجة في الجنة. رفعوه. شلون الواحد بيكون درجة عادية بيقول له: ساوينا لك يا أبو جريد، ترقية، ساوينا لك درجة أولى، خير إن شاء الله.
قال له اجت توصية. ايه الحمد لله شيء جميل يا رب. شلون صارت الرفعة؟ قال باستغفار ولدك لك. هو قاعد بالصلاة، انت صرت في رحمة الله، ابنك صار عمره 40 و45 ومتعلق بالصلاة، هلا بصلاة الترويح شو عم يقول؟ ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. أصبح هي أنت المكسب معك. بعدين أخوان الكرام، هذا كله بصحيفتك، ابنك بصحيفتك، وبكرة ابن ابنك لما بيعلمه ابنك بصحيفتك، وبعدين ابن ابن ابنك بصحيفتك. لذلك تقرأ قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا. والله يا أخوان الكرام، الصلاة عقيدة، عقيدة لكن تحتاج إلى صبر. شلون الشجرة بدها صبر وبدها سقاية وبدها إيش؟ الإنسان يرعاها في الصيف وفي الشتاء. هلأ الآن نحن عم نصلي وفوق بمركز قيام عنا 300 طالب ما بين سن 5 سنوات و8 سنوات، هدول الموجودين يعني في إلهم مشرفين، لكن آباؤهم إن اللي جابوهن سجلوهن. لذلك ما يسمى بالتشجيع وما يسمى بالتحفيز، قال له إذا بتصلي الفجر برمضان 30 يوم لك مكافأة. هلا هو صحيح يعني عم يصلي لكن تعلق بالمكافأة، لكن بعد أيام لا بده مكافأتك، بقول لك بدي الأجر من مين؟ من الله. عرف قيمة الصلاة، عرف قيمة العبودية، شجعوهم نياله، نعم المال الصالح للرجل الصالح. يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. تقرب يعني إذا حطيت لك 10,000 ليرة لشاب عمره 5 سنين وصلى 30 يوم. هل أنا ممكن أعمل إسقاط آخر؟ ابني لا يصلي، ابني لا يصوم. قل له هلأ إذا هلأ حتى في مركز قيم في عنا اسمه الصائم الصغير، هي بنحكي فيها إن شاء الله. أصبح التشجيع أيضا المنافسة، المنافسة. شوف شي واحد من سنه ابن عمه الجار، وشجعوهن للأطفال لليافعين، هذا اللي بنشتري له قلابية والبنت بنشتري له غطى الصلاة. والله يا أخوان الكرام نحن منعيش على تلك الأيام، لما اشترونا طائية ولما اشترونا قلابية هيك حبينا الصلاة. أما أنت غاسل إيديك من الموضوع وبدك أولادك يصيروا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، هذا صعب. لذلك هذه مهمتكم، ابني لا يصلي، يجب أن تذكر ابنك بالصلاة، أن تتولى هذه المهمة، ويجب عليك أيضا أن تشجع أولادك وأن تجعل بينهم تنافسا محمودا، وألا تظهر اليأس والعجز. نحن علمونا قال بياكلوا فول وبيرجعوا للأصول، نصبر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وكم صبرنا على أبناء كنا لا نرجو منهم خيرا. لأنه أنا بعتبر كل اليافعين لما بيجوا على المسجد هم أولادي، كم صبرنا عليهم وخرجوا حفاظ لكتاب الله، وكانوا في صباهم يتجولون ويركضون في المسجد من هنا إلى هناك. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.